السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلبة وطالبات تخصص الزخرفة والإعلان. النهاردة إحنا يعني معادنا مع إحدى حلقات مراجعات الدبلوم لمادة الأجهزة والمعدات. مادة الأجهزة والمعدات يعني الأسئلة بتاعتها كلها بتيجي أسئلة متنوعة، بتبقى في أسئلة مقالية، بيبقى في أسئلة صح وغلط، بيبقى في أسئلة اختيارية، بيبقى في أسئلة يعني وصل، بتبقى يعني مادة متنوعة. فبالتالي الطالب بيبقى محتاج إن هو يقرأ المادة بتاعته كويس قوي ويذاكر المادة بتاعته كويس قوي، وإن شاء الله يعني عايزكم من أول الحلقة تجهزوا في إيديكم كده ورقة وقلم عشان في بعض النقاط المهمة اللي احنا هنركز عليها، ويعني ممكن تعتبر هي يعني توقعات مرئية للي ممكن يبقى متوقع ان هو يكون موجود في الامتحان. لكن ده ما يمنعش ان احنا المفروض ان احنا واحنا بنذاكر يعني نركز على منهجنا كله. اول حاجة هنتكلم عليها، هنبص للشاشة عندنا، بيبقى ده المظهر بتاع ورقة الامتحان. زي ما احنا شايفين ده التقسيم بتاعها، بتبقى عبارة عن خمس أسئلة. المفروض ان احنا الخمس أسئلة دول بيقول لك اجب على اربع أسئلة مما يأتي. الاربع أسئلة اللي انت شايفهم محسوب وقتهم بدقة، كل سؤال حسب زمن الامتحان، ومتقسم الدرجات بتاعتهم. كل سؤال عبارة عن يعني 15 درجة، لأن الامتحان من 60، درجة النجاح بتاعتي الكبرى من 60 والدرجة الصغرى من 30 درجة. طبعا كل سؤال بيكون ألف وب في الغالب. يعني النهاردة هنحل نموذج من نماذج الامتحانات، هو النموذج اللي كان قدامنا دلوقتي، نموذج سنة 2019. وبعد ما هنخلص النموذج ده نبتدي ان احنا يعني نركز على بعض الحاجات اللي ممكن تكون مهمة واللي المفروض ان احنا يعني نذاكرها ونحطها في الحسبان كويس. لو بصينا للسؤال الاول، السؤال الاول من 15 درجة وبيقول لي ده علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة الخاطئة. الرش الالكتروستاتيكي يصلح لألواح الصاج المجلفنة. طبعا الإجابة غلط، وهتلاقوا الإجابة موجودة تحت، وحتى متوزع درجة الإجابة كام، يعني كل خمس إجابات كل إجابة منهم درجة ونص، يعني الجزء ده في السؤال من 7 درجات. الشاش من الأقمشة القطنية المنسوجة ذات العيون الضيقة، ده غلط. نمرة 3، تستخدم البروة في صقل السطح بعد تنفيذ زخارف الإفريسكو حتى يصبح السطح أملس، صح. أحواض الأحماض مزودة بمواسير تغذية للمياه وأخرى للصرف، ومقاساتها مناسبة لمقاسات ألواح الرصاص. ده طبعا بيخص الجزء الخاص بالطباعة الفنية، وده الإجابة بتاعته يعني غلط. سراء الظهر من ألواح أو من أنواع المناشير ذات القبضة، والإجابة بتاعتنا صح. السؤال الأول هنروح لبه من السؤال الأول، بيقول مما يتركب وفيما يستخدم منشار الأركت اليدوي مع الرسم وكتابة البيانات. السؤال من خمس درجات الجزء الأولاني منه، والرسمة بتاعته من 2.5 درجات. المنشار الأركت اليدوي يتركب من برواز منحني من الصلب، من أحد طرفيه مثبت مقبض ملفوف من الخشب، ويتم تثبيت السلاح على أن يكون مشدود بدرجة معقولة، ويستخدم في نشر الخطوط الخارجية للأشكال المنحنية والدائرية وتفريغ الأقواس والأشكال بالخشب. وده الشكل بتاع المنشار الأركت، وموجود عليه البيانات بتاعته
وبإذن الله تعالى لما الحلقة تنزل هتلاقوا في أول حاجة أو أول يعني تعليق موجود في الحلقة منزل PDF للمذكرة ملخصة للمادة، تقدروا ان انتوا تطبعوها وتقدروا ان انتوا تذاكروا منها بإذن الله. السؤال الثاني، السؤال الثاني: صل العبارات من العمود ألف بما يناسبها من العمود ب، وأعد كتابة العبارات كاملة. في عندك صف ألف وصف ب قدامك، المفروض ان انت هتعمل الجدول ده تاني في ورقة الإجابة، وهتكتب اللي موجود في ألف وتعيد ترتيب اللي موجود في ب بما يتناسب مع العبارة الأولانية. يعني هنا كان يستخدم الأزميل قدامه في إزالة الأجزاء الغير مستوية من الفسيفساء، لكن الصح لما جينا رتبنا العبارات كويس يستخدم الأزميل في إزالة الأجزاء الغير مستوية من الفسيفساء. اثنين: يستخدم الإسفنج في نزع الورق اللاصق سطح الفسيفساء. ثلاثة: تستخدم الكماشة والبنسة في تهذيب قطع السيراميك. أربعة: تستخدم الألماظة في تقطيع الزجاج والفسيفساء. خمسة: تستخدم الزراجين في ربط ومسك القطع الخشبية بعضها ببعض. وطبعا السؤال ده بيخص الدرس الخاص بتنفيذ زخارف الفسيفساء على الأسطح المختلفة. به من نفس السؤال بيقول: ارسم كل من العدد الآتية مع ذكر استخدامها: سكينة الباليتا وأقلام الملو. بينقسم لدرجتين على الكتابة، ودرجتين ونص على النقطة الثانية، وثلاث درجات على الرسم. سكين الباليتا تستخدم في مزج الألوان على سطح الباليتا. أقلام الملو هي لملو الزخارف بالبويات الزيتية أو بالمادة اللاصقة المختلفة أو بالشمع. الرسم بتاع سكين الباليتا زي ما احنا شايفين على الجانب الأيمن من الشاشة، والرسم بتاع أقلام الملو اللي هي الفرش العادية جدا اللي انت بترسم وبتلون بيها، بس بيكون أقلام الملو أحجامها أكبر شوية من الفرشة العادية. السؤال الثالث بيقول: مما يتكون مسدس الرش الغير هوائي، وما هي طرق تأمين المسدس ضد مخاطر الاستعمال مع رسم قطاع له؟ مسدس الرش غير الهوائي هو مسدس للأسف هو غير منتشر في مصر، والمسدس يصنع من المعدن، وزنه خفيف حوالي 500 جرام يعني نص كيلو، ويتكون من الجزء ده نمرة واحد اللي هو النصاب بتاع المسدس اللي هي الإيد اللي بيتمسك منها. اثنين: فتح الدخول الدهان اللي هو الجزء الأسمر ده اللي بيدخل منه الدهان، ممكن يكون في نصاب أو يكون مستقلة، ممكن ده أو ده. زناد بيتحكم في الفوهة واللي هو بيخلي بيفتح للدهان لما دوس على الزناد عشان الدهان يبتدي يخرج من مسدس الرش الغير هوائي. الفوهة اللي هي الجزء ده، والفوهة دي بيتم تغييرها تبع لمعدلات الانتاج. يعني لو انا عايز يبقى الرش كثيف بجيب فوهة يكون الفتحة بتاعتها متسعة شوية، لو عايز الرش ضيق بجيب فوهة تكون الفتحة بتاعتها يعني ضيقة شوية. واعتقد ان انتوا يعني درستوا ده في خلال العام الدراسي وعرفتوا وشفتوا شكل المسدس وهو شغال. وفي عندي بقى الفلتر النصاب، الفلتر ده بيبقى موجود جوه الايد، النصاب يعني يد. الفلتر ده عشان بيبقى تدفق الدهان من خلال اليد، فبيبقى فيه حاجة كده عاملة زي المصفة بيعدي فيها الدهان، وبيتم تصفية الدهان أثناء دخوله للمسدس عشان لما يجي يطلع الدهان ويترش على السطح يبقى درجة الانسيابية بتاعته كويسة والنعومة بتاعته كويسة. المسدس مؤمن ضد مخاطر الاستعمال الخاطئ بثلاث طرق: واحد، مفتاح أمان لغلق الزناد، ممكن يكون موضوعه في اليد أو في الزناد نفسه أو موجود عند الفوهة، يعني مكانه حسب
طراز المسدس بيكون مكانه ايه؟ مختلف شوي. ب وجود واقي امان يضمن بعدا مناسبا عن منطقة الضغط المركز العالي. ثلاثة او جيم الفنية الخاصة بالمسدس يمكن رفعها لضمان عدم خطورة الضغط العالي للاطلاع على المستخدم. انت بتأمن المسدس بالثلاث طرق دول. السؤال الرابع بيقول اكمل العبارات، يعني هنحط مكان النقط الكلمات حسب ما انا مذاكر الدرس بتاعي كويس وحافظ الكلمات. احيانا ممكن في السؤال ده يجيب لك كلمات وتختار منها. اكمل العبارات: تستخدم الصنفرة الجافة لإزالة وتسوية السطح. تستخدم لإيه بقى؟ واحد، لإزالة الزوائد وتسوية وتنظيف السطح. اثنين، تستخدم نقط لنخل الرمل والجير ثم تغسل في نقط معدنية. يبقى تستخدم المناخل لنخل الرمل والجير ثم تغسل في براميل معدنية. الروكر أزميل من نوع خاص اللي هي مكان النقط، مشكل من أداة عريضة نقط ثابتة حدها القاطع مقوس ومسنن. به في السؤال الرابع بيتكلم على مميزات وعيوب كابينة الرش الآلي للمسطحات. طبعا احنا شفنا أثناء العام الدراسي وتشرح لنا من المعلمين بتوعنا ايه هي كابينة الرش الآلي للمسطحات، وهي كده لو احنا حبينا ان احنا نشبه الكابينة دي. الكابينة طبعا بنشوف فرن العيش الآلي، فرن العيش الآلي عبارة عن سير او جنزير بيمشي عليه العيش وبيخش في الحرارة ويطلع من ناحية تانية مستوي. كابينة الرش الآلي المسطحات تقريبا نفس الفكرة، هي عبارة عن كابينة ليها جنزير بيمشي عليه المسطحات الخشبية سواء كانت أبواب أو شبابيك. بتبقى مزودة بأجهزة رش إلكتروستاتيك، بمجرد ما يبتدي الشباك يخش داخل الكابينة تشتغل حساسات بخليات كهروضوئية. الحساسات دي تبتدي تخلي الرشاشات بتاعت الدهان تبتدي تشتغل على القطع اللي هي ماشية فوق السير، وبمجرد خروج مجموعة القطع والأشغال المسطحة والأبواب أو الشبابيك أو أي أشكال مسطحة بيتم دهانها من الكابينة بتتقفل أوتوماتيك الرشاشات بتاعت الدهان، ودي بتسبب عدم فقد الدهان. لو رجعنا للشاشة تاني هنلاقي إن مميزات كابينة الرش الآلي للمسطحات: واحد، من الجانب الاقتصادي فهي توفر الوقت والجهد، معظم تشغيلها بيتم آليا على وجود العامل لوضع المشغولة على السيور وسحبها بعد الرش. بها جميع مميزات الكبائن الأخرى بالإضافة إلى تفردها بنوعية المشغولات التي تقوم برشها ولا تستطيع الكبائن الأخرى رشها. عيوب كابينة الرش الآلي للمسطحات: ألف، من الجانب الاجتماعي أنها تقوم على الميكنة والآلية، وده عيب من العيوب اللي بيخلينا بنقلل من استخدام العامل البشري، وده يعني بيتسبب في زيادة البطالة. العيب الثاني أن العامل العادي ما بيقدرش أنه يقوم بإجراء أعمال صيانة لأنها تحتاج لفنيين متخصصين. السؤال الخامس عبارة عن ثلاث نقاط: أول حاجة كابينة الرش العادية، ما هي طرق الصيانة بتاعتها؟ اثنين، المعدات المستخدمة في دهانات اللاكر الشفاف والساتر وكراكلي ايه هي؟ الأدوات المستخدمة في عملية زخرفة الأسطح الفخارية بالعجائن الملونة. إجابة النقطة واحد، يتم رش الكابينة من الداخل بويات قابلة للسلخ. يعني ايه بويات قابلة للسلخ؟ بويات قابلة للسلخ عبارة عن بويات بيتم رشها على الأسطح المعدنية الناعمة. البويات دي بعد ما بتترش وتنشف بتبقى عاملة زي الاستيكر، يعني بعد ما بتجف تماما ورش المشغولات بتاعتي داخل الكابينة أقدر قوي إن أنا أبتدي بطرف آلة حادة كده أشيل طرف البوية اللي هي قابلة للسلخ وابتدي ان انا اسحبها، فبتطلع معايا قطعة واحدة، يعني بتبقى عاملة زي كأني لزقت استيكر على
الكابينة من الداخل. هنرجع تاني للشاشة بتاعتنا. نقول النقطة التانية، بيتم تشحيم وتزييت كل الأجزاء المتحركة، سواء القرص الدوار أو باب الكابين أو باب الكابينة في حالة عدم وجوده، مروحة الشفط، بنعمل صيانة وقائية دورية على الوصلات الكهربائية بالكابينة سواء للإضاءة أو لمروحة الشفط وتغيير أي جزء تالف. الجزء الثاني الخاص بالمعدات المستخدمة أو صيانة المعدات المستخدمة في دهانات اللاكر الشفاف والستر والكراكلي، إن إحنا بنعمل عملية صيانة لجميع الأدوات اللي إحنا بنستخدمها في العمل بعد الانتهاء منه، وبنضفها بالمذيبات زي الكيروسين أو النفط أو بالمية وتجفف وتتشال داخل الدواليب الخاصة بيها. الفرش والأمشاط ومدقات المط بتمسح أشعارها بالزيت الني للمحافظة على مرونة الأشعار. يعني بعد ما بستعمل فرشة وبغسلها بدهن الشعيرات دي بالزيت وبلفها بورق شفاف واشيلها داخل العلب بتاعتها عشان تفضل مرونة الأشعار موجودة والأشعار ما تنشفش وتتقصف. اتنين، إذابة الغراء من حين لآخر من بقايا اللي هي الدست أو الغراية اللي بيبقى عالق بها الغرة، وده إن أنا بنقعها في مية دافية وبغسلها كويس. النقطة التالتة أو نقطة نمرة جيم، صيانة الأدوات المستخدمة في عملية زخرفة السطوح الفخارية بالعجائن الملونة، تغسل جيدا بالماء بعد الانتهاء من العمل وتجفف وتحفظ في دواليب خاصة. عند تخزينها تمسح الفرش بالزيت أو الشحم، أما العجلة الدوارة فتمسح كل أجزائها بالشحم لحمايتها من الصدأ. يعني احنا في حلنا الامتحان ده، هنبتدي بقى بعد الامتحان نبتدي يعني نتكلم عن بعض النقاط المهمة اللي احنا لازم نركز عليها في مذاكرتنا عشان تساعدنا في حل الامتحان بتاعنا. انت شفت الامتحان عبارة عن ايه؟ شفت الورقة الامتحانية عبارة عن ايه؟ شفت الاسئلة يعني متوزعة ازاي ودرجات التوزيع بتاعت الاسئلة ازاي؟ وده يخليك لازم تعرف ان انت لما بيجي لك السؤال ممكن تحل ألف حلو جدا 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 وتقول انا حليت كويس في السؤال وتسيب نقطة ب، او ممكن نقطة ب يكون فيها جزء حل وجزء رسم، فانت تحل وتغفل الرسم وتقول ده انا هاخد الدرجة، لان انت مش عارف ان الدرجة متوزع جزء منها على الإجابة المقالية أو على كتابة وجزء منها متوزع على الرسم. وأحياناً لما بيكون في رسم بتكون الدرجة الأعلى محطوطة للرسم مش محطوطة للجزء المقالي اللي انت بتجاوب. فلذلك عشان تحقق أعلى سكور ممكن في الدرجة بتاعتك وتجيب درجة عالية في الامتحان، لابد ان انت ما تسيبش أي نقطة ما تجاوبش عليها. وعايز دايما اقول يعني كنت بقول للطلبة بتوعي يعني لما كنت في التدريس كنت بقول لهم ان نص اجابة السؤال موجود في السؤال نفسه، نص اجابة السؤال موجود في السؤال نفسه. يعني انت لو ايه في سؤال انت مش عارفه ومش عارف تحله او ناسي الحل بتاعه، انت لو دققت كويس قوي في السؤال نفسه هتلاقي فيه جزء من الاجابة. لو انا صيغتها صياغه يعني مقاليه شويه يبقى انا يعني مشيت في السؤال، فبدل ما كنت مش هاخد درجه خالص لا هاخد يعني جزء من الدرجه، احسن ما يعني يبقى درجه زيرو هنا، لا ممكن اخد واحد اخد اتنين بس يعني باخد خطوه كده في السؤال. طب ايه هي الاجزاء بقى المهمه اللي احنا عايزين نركز عليها في الماده بكتاب الامتحان اللي احنا حليناه؟ هنرجع تاني للشاشة بتاعتنا ونشوف احنا هنركز على ايه. اول حاجة عندنا مكونات مسدس الهواء الساخن. مسدس الهواء الساخن ده طبعا انتوا طبعا درستوه عارفين كويس ان مسدس الهواء الساخن ده مسدس بيترش بيه او مش بيترش بيه، بيتم ازالة الدهانات بيه، بيتم توسيع الوصلات بيه، بيتم عند لزق بعض الاستيكرات بتتسخن
الاستيكر ده عشان اللزق يبقى لازق كويس. طب مكوناته ايه؟ بيتكون من وحده تسخين، ودي نمره واحد. نمره اتنين بيتكون من مفتاح للتشغيل. نمره ثلاثه اسطوانه عازله للسخان، جسم السخان، جسم مروحه الهواء، موجه الهواء الخلفي، ريش تربونيه للهواء، جسم المسدس نفسه، الافيز بتاع تثبيت السلك، مسمار تثبيت جسم المسدس، وصله مطاطيه لحمايه مخرج السلك ان السلك ما يقطمش مني، وسلك التغذيه اللي هو بيغذي المسدس بالكهرباء. نحفظ ال 12 نقطه دول، ونحاول ان احنا نحفظ رسمه المسدس ده، يعني برسم الكروكي بتاعه، وايا ما كنت هترسمه فانت هتاخد درجه على الرسم، وطبعا كل ما اجدت الرسم كل ما خدت الدرجه بتاعته الكامله. استخدامات مسدس الهواء الساخن، ازاله الدهانات ورق الجدران وخصوصا الورق المحبب، فك بلاطات الفينيل الملتصق بالارضيات والملصقات فوق السيارات، عمل تاثيرات بالحرق على الخشب، توسيع وصلات الخراطيم، تكثيف الدهانات، تسخين الاجزاء قبل عمليات اللصق. وعايز اقول لكم او افكركم ان مسدس الهواء الساخن بيصل درجه الحراره بتاعته ل 600 درجه مئويه، بيبدا من 100 درجه مئويه وتصل الى 600 درجه مئويه. بعض الاسئله اللي ممكن بتيجي اختياري او صح او خطا او سؤال مقالي، نظريه تشغيله دي ممكن يجي سؤال مقالي، وممكن يجي يعني نقط من دي نقطة تلاقي شايل منها كلمة، يعني مثلا يقول لك عند الضغط على مفتاح التشغيل يتم نقط السلك الحراري بوحدة تسخين، يبقى يتم تسخين السلك الحراري بوحدة تسخين. ممكن يغير لك كلمة من دول ويقول لك يتم تبريد مش تسخين، ويقول لك صح ولا غلط. فدي الحاجات اللي أنا عايز أركز فيها في نظرية التشغيل. عند أقصى درجة حرارة يصل السلك إلى درجة الإحمرار بدون إنتاج لهب، يدور الموتور ويقوم بإدارة ريش التوربينية التي تسحب الهواء الجوي وتدفعه من خلال وحدة التسخين. هنركز على طريقة تشغيله قوي، ونقرأ النقط بتاعة طريقة التشغيل. إن أول حاجة أتأكد من الوصلة الكهربية، تاني حاجة أتأكد إن باريست الكهرباء اللي أنا بوصل فيها الفيوزات بتاعتي يعني سليمة، وممكن لو حصل أي شورت في الكهرباء تفصل من تلقاء نفسها. بحط فيشة التغذية في باريس الكهرباء، بوجه الفوهة ناحية المشغولات على مسافة مناسبة، لا هي قريبة ولا هي بعيدة، عشان ما كتمش الهواء الساخن جوه المسدس فالمسدس يسخن فيتسبب في تلف الأجزاء الداخلية بالسخان بتاع المسدس. بضغط على مفتاح التشغيل فيندفع الهواء الساخن، درجة حرارة تصل إلى 600 درجة مئوية من مسدس الرش او الهواء الساخن. تحذيرات عند التشغيل، لازم ان انا ما اشتغلش بيه جنب بنزين، جنب جاز، جنب اي ماده قابله للاشتعال. برضو ما استخدموش في الغرف الرطبه، يعني الغرف اللي فيها بخار ميه. ليه؟ لان هو بيشتغل طبعا بيشفط هواء وبيسخن الهواء ده وبيطرده، فلو الغرفه دي فيها رطوبه فهتخش على الاجزاء بتاعت الكهرباء بتاعته، ودي ممكن تعمل ماس وكهرب العامل نفسه اللي بيستخدمه. ما بيستخدمش في على مواد بلاستيك او دهانات ممكن ينتج عنها غازات سامة اثناء التسخين. ما بيستخدمش بالقرب من مواد قابلة للانصهار. اذا تعطل الموتور لابد ان انت توقف استخدام المسدس، لان المسدس هيبقى بيسخن ومفيش عملية تبريد شغالة جواه. وما تسيبوش بعيد عنك، او ما تسيبوش في متناول اطفال صغيرين، ويعني محدش يعني يحاول ان هو يستخدمه بدل من السشوار بتاع الشعر. يعني عايزك برضو في الباب بتاع الرش تهتم في حاجات معينة، لانها بتطلب كرسومات، وبتطلب كرسومات ممكن احيانا يقولك اكتب عليها التفاصيل الخاصة بالبيانات بتاعت الرسومات دي. مسدس الهواء الساخن لازم تحفظ الرسمة بتاعته. مسدس الرش الغير هوائي، مسدس الرش الغير هوائي بمساعدة الهواء بتاع المضخة، كابينة الإيربرش العادية، كابينة رش المشغولات الخشبية الصغيرة، مسدس الرش الإلكتروستاتيكي. لابد أنك تحفظ الرسومات دي الخاصة بباب الرش. باب الرش برضو هتركز فيه على
الرش التوافقي واستخدام ومزايا نظام الرش التوافقي. لازم تذاكره كويس ولازم تحفظ الثلاث نقاط بتاعته. إمكانية تنويع نسب المكونات، ميزة تتلاقى مع تركيب الرش المطلوب، الدقة في خلط المكونات وتمامها بالقدر الكافي دون استهلاك فائض تبعا لنظام الرش. في هذه المعدات ذات دائرة مغلقة وتتميز بالنظافة والأمان. عيوبها إيه؟ يمكن حدوث تغير في قوام مادة الرش عند استخدام المعدات. إنها لم تراعي فترة التفاعل ونوع المسدس المستخدم. قلة إمكانية النقل والمناولة والحمل لهذه المعدات تحتاج إلى استثمارات عالية بسبب ارتفاع تكلفة معداتها، يعني فبتبقى بتستخدم في المشاريع الصغيرة أو في الورش الكبيرة. الرش غير الهوائي دي المنصة الحاملة بتاعة الرش غير الهوائي. الرش غير الهوائي التعريف بتاعه هو الرش الذي لا يستخدم الهواء المضغوط فيه لدفع الدهان. طريقة تشغيله ازاي؟ يوضع خرطوم السحب. خرطوم السحب موجود هنا في الرسمة دي في اسفل اللي هي المنصة الحاملة لجهاز رش الغير هوائي، وده بيتحط في الجردل او في الوعاء بتاع الطلاء. ما شغلش المضخة خالص الا لما يكون الخرطوم ده مغموس تماما في وعاء الدهان. توصيل كابل كهرباء بمصدر كهربائي، فتح مفتاح التشغيل عشان يبتدي الطلاء او الدهان يبتدي يخش داخل الجهاز بتاع الرش غير الهوائي. يتم فتح مفتاح اختيار الى خرطوم مسدس. اختيار ده يعني ايه؟ يعني انا هشفط ولا هطرد، هشفط ولا هطرد، لان في عندي شفط وفي عندي طرد. يتم ضبط مفتاح زيادة وخفض الضغط، يضغط على زناد المسدس فيبتدي الدهان او الطلاء يطلع من فوهة المسدس لسطح المشغول. طريقة استخدام مسدس الرش الغير هوائي، بستخدمه ازاي؟ بمسك المسدس بقوة لان قوة الضغط بتاعة الهواء اللي في المسدس ممكن تخلي المسدس يتحرك من ايدي. البعد بتاع فوهة المسدس وسطح المشغولة بيتراوح من 12 الى 14 سنتي. لا يتم الضغط على الزناد الا بعد حركة المسدس، لان انا ببتدي وانا شغال ببتدي احرك المسدس بتاعي بصورة عرضية، ولازم وانا برش يبقى في نص الحطة بتاعة الرشة، يعني برش في صورة خطوط. لما اجي ارش الخط اللي تحتيه يبقى الخط اللي تحتيه يغطي نص الخط اللي فوقيه، وببتدي الرش من اليمين لليسار لغاية ببدأ من اعلى لغاية ما بنتهي لاخر نقطة في الاسفل. وانا برش بحط المسدس بتاعي يعني لازم يبقى في مستوى افقي، ما رشش بزوايا ميل كده، لا برش في صورة افقية كده. طب ليه زوايا ميل كده؟ لان انا رش بزوايا ميل هركز في النص ويبتدي الدهان يبقى مكتل في النص ويبقى رقيق من الجانبين، فلو خدنا مقطع للدهان من فوق هتلاقيه بارز من النص ومش بارز من الجانبين، وده بيظهر في الإضاءات في انبعاج أو بروزات في الدهان. إزاي بنظف الوحدات بتاعتي بتاعة الرش الغير هوائي؟ وحدات الرش الغير هوائي عشان أنظفها بعمل لها عملية دايرة غسيل. طب دايرة الغسيل دي بتتم إزاي؟ بدل ما بحط دهان بحط مية أو بحط سائل مذيب لحسب نوع الدهان اللي انا بستخدمه، وابتدي ان انا اشتغل ويبتدي الميه تمشي او دوره الميه دي او دوره سائل المذيب يمشي جوه المضخه وجوه المسدس، وابتدي تاخد الدوره دي ويبتدي ان هو يغسل الاجزاء الداخليه. هنبص على الشاشه عندنا. اول حاجه عشان اعمل عمليه تنظيف يغلق مفتاح امان الزناد، يغلق مفتاح تشغيل الوحدة، وضع مفتاح تحرير الضغط اللي هو مفتاح الاختيار على وضع تحضير خرطوم الطرد، فك الفوهة
اللي هو البوز بتاع المسدس وغمره في مذيب من نفس نوع المذيب المستخدم في الدهان، ضبط مفتاح الضغط الأقل ضغط ممكن، قم بإخراج الخراطيم من الوعاء ثم افتح مفتاح التشغيل لمدة 3 دقائق لكي يخرج الطلاء من خراطيم السحب والطرد. يعني دائرة الغسيل دي بتتم كلها في المسدس كله وفي جهاز الرش وفي الخراطيم والموصلات الخاصة بالمسدس. ولازم على فكرة ده ممكن يجي سؤال اللي هو تنظيف وصيانة المضخة ومسدس الرش، لازم نقرأ كله ولازم نحاول ان احنا نبقى فاهمينه كويس. ايه هي مميزات الرش الغير هوائي؟ توفير كميات الطلاء نتيجة لمنع الفاقد. طبعا مش مستخدمين فيه هواء، فما فيش يعني رذاذ بيطلع وبتطاير. الدهان عشان ضغط الهواء فيه او الضغط فيه، مش ضغط هواء، الضغط فيه شديد فبيطلع بيلتصق بالسطح. ما بستخدمش فيه مخففات بنسبة كبيرة، بستخدم الكمية بتاعتي دون زيادة او نقص. المضخات قوية بدرجة تكفي لاستخدام وتشغيل عدة مسدسات في وقت واحد، زي ما تكون كده حضرتك مثلا في احد ورش الدهانات بيبقى ممكن تلاقي، وخصوصا في ورش دهان الطيارات والسيارات والحاجات دي، ممكن تلاقي 5 أو 6 عمال شغالين من مضخة دهان واحدة وكل واحد ماسك مسدس مختلف بنفس اللون. المحافظة على نظافة المكان، يمكن رش طبقات رقيقة جدا من الدهان ده، سهولة الاستخدام لمعداته اللي مش بتتطلب خبرة كبيرة أو خبرة خاصة في الاستخدام. عندي برضو مهمة قوي الاسطوانات بتاعة توزيع الدهان ذات التغذية الداخلية. الاسطوانة دي عبارة عن ايه؟ دي اسطوانة في الجزء بتاع الايد بتاعتها في ماسورة مفرغة. الماسورة المفرغة دي فيها من جوه كده حاجة زي المصفة موجودة جواها، وبيحيط بيها اللي هو الطبقة اللي هو الاسفنج المحيط بالاسطوانة. بيتم ضخ الدهان داخل النصاب وداخل الماسورة دي، وتبتدي تطلع من خلال الثقوب اللي موجودة هنا للاسفنج، وانا بدهن على السطح فبيبتدي الدهان يطلع من خلال الاسطوانة دي. تستخدم في احجام العمل الكبيرة، توفر كميات دهان بنسبة 30%. يوزع الدهان على كل جزء من اجزاء الاسطوانة عن طريق التغذية الداخلية، وذلك لوجود حلزون داخل الاسطوانة. ممكن لو انا عايز ادهن سقف وانا واقف من بدون سلم، ممكن استخدم ازرع للتطويل. وممكن احط لكم فيديوهات كده على الرابط بتاع الفيديو اللي هيتم عرضه باذن الله للمراجعه، تشوفوا الفيديوهات بتاعه الاسطوانه دي بيكون شكلها ايه وطريقه الاستخدام بتاعها ايه. في اسطوانه تانية بتبقى ذات رش خارجي، يعني اثناء ما الروله بدهن بيها على الحيطه بيبقى فيه هنا جزء كده بيرش الدهان على الروله، في فوهه بترش الدهان على الروله اثناء الايه العمل. في عندي الرش الساخن، الباب بتاع رش الدهانات ده باب مهم قوي وباب كبير، احيانا طبعا انتوا عارفين بيمثل اكتر من نص المنهج. مميزات الرش الساخن مهم قوي ان احنا نحاول ان احنا نحفظ منه جزء كبير. اول حاجه معدلات انتاجه اسرع من الرش التقليدي البارد. في الرش التقليدي اللي هو بارد اللي هو الرش الهوائي، معدل التغطيه اللزج يتم الحصول عليه باضافه مخففات بنسبه 200%. يعني ممكن احط الريزن بتاع الدهان او الماده بتاعت الدهان، احط كيلو احط على عشان اعرف ارش كويس، احط 2 كيلو مخفف عليه زي ما بيحصل في دهان الدوكو بتاع السيارات. ده بيكون ليه اثر في الاضرار بالبيئه وفي التخفيف للدهان، واضطر ان انا ارش اكتر من طبقه في الرش العادي، لكن هنا هي طبقه واحده بس. في الرش التقليدي البارد بيطير 30% من المذيب مع الطبقات المتبخره. طبعا انتوا عارفين المذيب غالي، وده بيؤدي لاكتر من حاجه، تلويث الهواء حوالين المكان اللي فيه الرش، وفي نفس الوقت التاثير على
النفس العامل أثناء الرش، لكن في الرش الساخن الخطورة دي مش موجودة، والمنتج بيوصل له الدهان لزج، وبيبقى ممكن طبقة رش واحدة تكفي في الرش الساخن. الرش الساخن يوفر الطاقة المطلوبة للرش، بيوفر استهلاك الهواء المضغوط للنص عن الرش التقليدي، بيدي سمك موحد لفيلم الدهان، ويساعد على تجانس سمك فيلم الدهان عن الرش التقليدي. يعني لو قست كده بالجهاز اللي بقيس بيه سمك الدهان اللي هو بيقيس بالملي مايكرون، لو قست في نص سطح طوله 3 متر من اكتر من نقطة، هتلاقي ان سمك الدهان لو ملي هتلاقيه ملي ثابت في كل السطح. الرش الساخن برش كميات كبيرة منه لانه سريع في الرش عن الرش التقليدي، وممكن ارش في درجات حرارة منخفضة في الجو المحيط او في حالة ارتفاع درجة الرطوبة. عيوبه ان هو الاجهزة بتاعته استثماراتها عالية وغالية فتعتبر مكلفة. نيجي بقى لمسدس الرش الالكتروستاتيكي. مكونات مسدس الرش الالكتروستاتيكي اليدوي، لان احنا في عندنا مسدس رش الكتروستاتيكي يدوي، وفي عندنا مسدس رش الكتروستاتيكي كابينة، يعني في كابينة الكترونية وفي عندي مسدس رش يدوي. احنا طبعا فاكرين ان الفكرة العامة لاستخدام الرش الالكتروستاتيكي عبارة عن ايه، بتاع يعني الفكرة قايمة على ان بيخش الدهان داخل المسدس، يبتدي ذرات الدهان بتاخد شحنة سالبة، والمشغولة اللي انا بدهنها بعمل لها وصلة كده ارضي، بديها شحنة موجبة او العكس. فهنا بيحصل نوع من الجذب ما بين ذرات الدهان وما بين السطح اللي هو بيتم دهانه، وده بيخلي الدهان بتاعي ما بيبقاش فيه اي فاقد. طب ليه؟ لان الدهان طالع زي المغناطيس كده، طالع من المسدس رايح على المشغولة، والمسدسات دي بتشتغل بسنسور، بمجرد ما بيحس ان المشغولة اتدهنت من كل مكان فالمسدس بيقف اوتوماتيك، وده بيوفر لي كميات كبيرة جدا من الدهان او الهادر بتاع الدهان. لو رحنا لمكونات مسدس الالكتروستاتيكي على الشاشة، هنلاقي بيتكون اللي هو اليدوي بقى، بيتكون من نصاب المسدس. النصاب احنا اتفقنا ان هو ايد المسدس، بمدخل بيخش منه البودرة بتاعة الدهان، لانه هو بيخش على هيئة بودرة، والبودرة دي بتخش على سخان جواه فبتلين او بتنصهر جواه، وبيتم انها بتاخد الشحنة الكهربية وبتطلع عليه المشغولة. طبعا مدخل للفولت المنخفض في وحدة التحكم، وفي زناد المسدس. زناد المسدس بيتحكم في فتح التيار لمحول الفولت العالي لشحن الالكترود، الالكترود اللي هو مسؤول عن شحن اللي هي الذرات بتاعة الدهان، وبيسبب دوران ذرات الدهان داخل المسدس، وانها بتخش كده في شكل حلزوني داخل المسدس عشان يفرغ الشحنات الزيادة. جسم المسدس بيحتوي على كابل الجهد المنخفض، محول اللي هي وحدة توليد الفولت العالي، منظم الفولت العالي، كابل الفولت العالي الذي يتصل بالالكترود، خرطوم سحب البودرة، خرطوم هواء التنظيف. ودي مكونات مسدس الرش الالكتروستاتيكي، مهمة قوي. مميزات الدهان ببودرة الرش الالكتروستاتيكي ان انا احفظها، مش هقراها كلها، لكن انت هتلاقي في المذكرة اللي هي الباوربوينت اللي انا هحطها لك على الرابط بتاع الفيلم بتاع الحلقة، هتلاقي كل ده موجود فيها. لازم اعرف عيوب نظام الرش الالكتروستاتيكي ايه. التكلفة بتاعته عالية، بيحتاج الى صيانة مرتفعة، لازم اللي بيتعامل مع النظام ده يكون واحد عنده فني، عنده خبرة عالية جدا ودراية بالجهاز وتعليمات الأمن والصحة والسلامة المهنية والإسعافات الأولية ضد مخاطر الكهرباء. النظام ده ما بيصلحش الألواح الصاج المجلفنة، لأن البودرة بتاعته ما بتلتصقش بالصاج المجلفن لأنها بتعمل عازل،
من الجانب الاجتماعي انها احيانا بتبقى قايمه على الميكنه بيكون اوتوماتيك، بيقلل والذكاء الصناعي بيقلل استخدام العامل البشري، وده بيزيد البطاله في سوق العمل. يعني انواع كمان الرش، لابد قوي ان انا اذاكر كمان الرش اللي مكتوب على الشاشه دي، لازم اذاكر كبائن الرش العاديه كويس قوي، اذاكر كبائن الرش الالي ذات الفلترات المصه، وكبنت الرش ذات الفلترات المصه والتكييف الحراري اللي هي بتبقى بتاعه المناطق البارده، وكبنت الرش الالي للمسطحات، وكبنت الرش الالي ذات الخطاف المتحركه. اذاكر ايه بقى فيها، اذاكر مكوناتها ايه، أذاكر طريقة التشغيل وطريقة الصيانة بتاعتها إيه، والمميزات والعيوب. يعني أنا كده أعمل لنفسي جدول وأنا بذاكر، هكتب كباين الرش العادية، وهكتب طريقة مكوناتها إيه، طريقة تشغيلها والصيانة والمميزات والعيوب، كبنت الرش ذات فترات المصة نفس الأمر، لغاية كبنت الرش الآلي ذات الخطاف نفس الأمر، ودايما واحدة فيهم بتيجي في الامتحان. أجزاء مسدس الرش التسع أجزاء دول ورسمة مسدس الرش اللي هو القطاع اللي انتوا شايفينه قدامكم دول، لابد ان احنا نحفظه. تقريبا يعني بيجي سنة وسنة لا في الامتحان اجزاء مسدس الرش، يعني دايما اللي بيحط الامتحان بيبص كده، طب السنة اللي قبله ما جاش، طب ممكن احطه، لان هو يعني برضو من الحاجات المهمة قوي في المنهج عندنا اللي هو مكونات واجزاء مسدس الرش. الأدوات والمعدات المستخدمة في الرسم والزخرفة على الأقمشة بالأساليب المختلفة أنا هنا ذكرهم لك. أنت الرسومات بتاعتهم بسيطة قوي، يعني حاول أنت تبص على الرسومات بتاعتهم وتحفظهم. منضدة العمل اللي هي الترابيزة، دبابيس الرسم اللي أنا بثبت فيها القماش في الترابيزة بتاعت الرسم، الأقلام الرصاص مش محتاجة كلام، البلتات اللي هي بنحط عليها الالوان، ودي حاجه طبعا انتوا كلكم استعملتوها مئات المرات في الثلاث سنين الدراسيه اللي سبق اللي انتوا كنتوا فيها وعارفين يعني ايه باليتا، سكينه الباليتا وهي عباره عن ايه، الامشاط الخاصه بالدهان عباره عن ايه، اقلام الملو اللي بلون بيها عباره عن ايه، القاطع او القطر. لابد ايضا ان انا اركز قوي في الادوات المستخدمه في عمليات الطباعه بالشاشة الحريرية، اللي هو أول حاجة الإطار أو الفريم أو الشابلونة، ودي اللي هي الرسمة بتاعتها، مسطرة الطباعة اللي هي بتسمى بالراكل ودي الرسمة بتاعتها، وأعرف عبارة عن إيه وأتعلم إزاي أرسم القطاع ده فيها، وياريت لو رسمنا قطاعات بتاعت الكاوتشة بتاعتها بتبقى عاملة إزاي. جهاز التصوير أو دولاب التصوير اللي في النص ده وبيتكون من إيه، الدباسه الكهربائيه ومسامير التثبيت وسكين فرد الماده اللازقه او الماده الحساسه فوق الشابلونه بتبقى عباره عن ايه. لابد ان انا اذاكر ده كويس واعرف مكوناته ايه واعرف الرسومات الخاصه بيه ايه. عندي ايضا المعدات المستخدمه في التنفيذ، في اسطح التمبرا والجواش والافريسك، المنخل السلك اللي انا بعمل بهز بيه او بنخل بيه الرمل بتاعي اللي بستخدمه عشان اطلع رمل ناعم واطلع رمل خشن. عندي التكنه اللي هي نص برميل بالطول كده اللي بعمل فيها عمليه غسيل للرمله بتاعتي عشان اتخلص من الاملاح اللي موجوده فيها. عندي القصعه اللي انا بعمل فيها الخلطه الملاط بتاعي. عندي اللي هي البروة اللي بفرد بيها، وعندي المكنة اللي بعمل بيها الترطشة بتاعتي، وعندي الفرشة السلك. دي حاجات بسيطة جدا وسهلة قوي، يعني مش محتاج ان انت يعني نسهب فيها جدا. نيجي عندي المعدات الخاصة بالموزاييك والفسيفساء والإزمالدو، عندي الورق اللي انا بلزق عليه بلاط الفسيفساء لما اكون بعمل التصميم بتاعي، وبعد كده باخد الورق ده وهو ملزوق عليه الفسيفساء وبكون عملت الملاط او الاسمنت بتاعي واثبت بيه، وبعد ما الملاط بيشك وبيمسك كويس قوي في بلاطات الفسيفساء او السيراميك، ببتدي ان انا اغسل الورق الناقل ده فبيطلع وبيسيب البلاطه بتاعتي
الوش الناعم منها قدامي، وعندي الأدوات الخاصة بتقطيع البلاطات اللي هي الألماظة أو ماكينة التقطيع أو الكماشة أو البنسة، ودي يعني برضو احنا شفناها، واللي عمل تمرين الموزايك أو الفسيفساء في التربية العملي أو في العملي هيبقى عارف كويس أشكالهم إيه. هنيجي للمعدات المستخدمة في الطباعة الغائرة واليدوية. عندي دي أزميل الحفر، أزميل الحفر لازم أحفظ الرسومات بتاعتهم وأحفظ المكونات بتاعتهم. عندي ماكينة الطباعة اليدوية والمكبس اليدوي، لازم تحفظ القطاع ده وتحفظ مكوناته كويس. عندي ما عنديش حاجة كده، أنا خلصت، بس عندي مجموعة توصيات. التوصيات دي لابد أن أنا أوصيكم بيها في الامتحان. أنت عندك 5 أسئلة، إحنا طالبين منك أن أنت تجاوب على 4 أسئلة منهم. هتلاقي ممكن حد يقولك خلص بدري أو كده، وانت بتحل الامتحان لو لقيت عندك وقت لإجابة السؤال الخامس جاوب السؤال الخامس وجاوبه على أكمل وجه. طب ليه؟ لأن في التصحيح بيبقى موجود مصحح لكل سؤال. المصحح لكل سؤال ده احنا عندنا 5 أسئلة بنقول لك اجب عن 4 منهم، في 5 مصححين قاعدين بيصححوا السؤال، فالخمس مصححين دول كل واحد فيهم بيحط درجة. لما بنيجي بنبص على ورقة الإجابة بتاعتك بنبص للورقة نشوف أقل درجة أنت جبتها إيه، فبنشطب أقل درجة ما بنشطبش أعلى درجة، فبالتالي بيبقى مطلوب منك إن أنت إذا لقيت عندك وقت إن أنت تحل ال5 أسئلة حل ال5 أسئلة. راجع كويس أسئلتك قبل ما تسلم الورقة بتاعتك، امسك نقطة نقطة كده، نقطة ألف وب ونقطة ب فيها كام مفردة، أنت نسيت حاجة سبت حاجة، أنت ممكن أحيانا وأنت بتحل تروح تفتكر حاجة فتحل اللي أنت عارفه الأول وبعدين تبتدي تفكر في اللي أنت مش عارفه، أبتدي أن أنا أحاول أتذكره، أحاول أن أنا من خلال شرح المدرسين بتوعي في المدرسة أفتكر هم كانوا بيقولوا إيه وأكتبه باللغة العامية. وعايز أقول لك أنك ممكن قوي لو أنت فاهم ومش حافظ وقادر تعبر، عبر بأي لغة تقدر تكتب بيها طالما بتعبر بلغة سليمة حتى لو بلغة عامية عبر بيها، المهم أن أنا يوصل لي أن أنت فاهم المادة كويس. كمان لابد ان انت تاخد بالك قوي ان ترتيب المنطقي لحل الأسئلة بتاعتك في ورقة الإجابة، يعني انا مش عايز اتعب المصحح قوي لان هو كده كده بيتعب، يبقى في عندي ترتيب بحل السؤال الاول في الصفحة الاولى، اذا كان في الف ممكن في صفحة ب يبقى في ظهر الصفحة، السؤال الثاني يبقى في ترتيب منطقي. ما تسيبليش كام ورقة كده فاضية في ورقة الإجابة وتروح تحللي نقطة في آخر ورقة الإجابة، دي حاجة يعني مهمة قوي ان انت تكون عارفها في ترتيب ورقة الإجابة بتاعتك. ما اشطبش كتير، لكن لو انا يعني خلي ورقة الإجابة بتاعتي الى حد كبير يعني المصحح متعاطف معاها، لان المدرسين او احنا كمدرسين لما بنمسك ورقه الاجابه بنقدر نحس اذا كان الطالب ده طالب يعني طالب بيذاكر وعايز ان هو يجيب مجموع وعايز ان هو يحقق اعلى سكور، ولا طالب يعني عايز يؤدي المهمه وخلاص. فكل ما كنت منظم اجابتك وكل ما كانت ورقه اجابتك نظيفه. طب انا لو في سؤال حليته وبعدين اكتشفت ان انا حليته غلط، فعايز ان انا يعني اعمل حل اخر، فبكتب حل اخر، بعمل شرطة مايلة كده على الورقة، ما بشطبش كتير. طب ليه؟ لعل وعسى يكون الحل الاولاني اللي انت حليته هو الحل الصحيح وانت افتكرت ان انت حليت غلط فحليت الحل التاني غلط، فبسيب ده بيتصحح
وده بيتصحح، وبالتالي بتاخد الدرجة يعني بتاعة الصح بتاعه ايه، ما عدا في انهي اسئلة بقى، ما عدا في الاسئلة بتاعة الصح والغلط وبتاعة الاختيارات. ممكن طالب يقول لك ايه، طب اعمل له سؤال مرة صح في دول ومرة غلط في دول، لا هنا بيتعمل لاغي على السؤالين، او ممكن بيتاخد منهم اجابة وبتشطب الاجابة التانية، فدي حاجة لابد ان احنا نراعي قوي فيها يعني واحنا بنحل الامتحان بتاعنا. طبعا الحلقة بتاعتنا النهاردة يعني كانت يعني ما اقدرش طبعا ان انا اشرح فيها المادة كاملا، لان دي مادة بتتشرح على مدى العام الدراسي كله، ولكن ارجو منكم ان انتوا تركزوا كويس مع الامتحان بتاعكم، وبإذن الله تعالى هنلتقي إن شاء الله في مراجعة مادة العمليات، وإن شاء الله بالتوفيق.